في دور ندمت عليه او حسيت انه ما كانش لازم اعمله، ما عملش رد الفعل اللي لا انا لا لا في الادوار لما الاختيار يكون دايما في وقت معين، في ظروف معينه، في تفكير معين في الزمان اللي اخترت بيه، فسهل جدا انك بعد 5 سنوات تقول يا ريت ما اخترت، ومش هيغير لك حياتك ومش هينفعك، كل حاجه في والندم الكونتكست. خلص. فبالنسبه لي لما اخترت مسؤول انك كنت محتاج الدور، ممكن احيانا اللي قمت الدور لسبب انك تكون في مكانه معينه او لسبب مادي او لاي من الاسباب، لكن كنت محتاج في ذاك الوقت انك تعمل الدور لسبب فني، تقني، مادي، اي شيء. فسهل جدا انك بعد 5 سنوات تفكر يعني انا ما بنحبش الندم وما بنحبش الرجوع لورا، ما بنحبش نرجع دايما ورا وبفكر يا ريت يا ريت في بكره الصبح هنعمل ايه. بس وممكن ظافر يقبل دور لسبب مادي او يقبل عمل اكيد لسبب قبلت، مادي. اكيد 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 في مسيرتي اكيد كل لا اكيد كل انا واحد. عندي اكيد انا عندي احتياجات وعندي ظروف، واكيد في بداياتي، واكيد انه بالعكس يعني لازم دور خلاص مش حلمك لكن تقوم بالدور اكيد.